البيضاء مسكن ملك حميري عظيم ومحافظة عريقة تربض على أطلال حضارة أوسانية ومملكة قديمة شيدت في مرخة وصورة مسجد ومدرسة عامرية وحكاية سلطان عظيم أسس حضارة طاهرية مضيئة حيث التاريخ هنا يداهمك من جوانب شتى. حاضرتها الرئيسية ردع الشامخة شموخ مدينتها التاريخية القديمة وقلعتها وأسواقها وجبلها العريق بآثاره التاريخية الممتزجة اليوم بمدرجات زراعية حديثة. هنا ترك السلطان عامر بن عبد الوهاب العديد من المساجد والمدارس وصهاريج المياه والجسور والقنوات والقلاع والأسوار. وهنا ترك تحفة معمارية وقيمة دينية وعلمية لا مثيل لها حيث العامرية ثنائية مسجد ومدرسة وثلاثية علم وعبادة ونقش. محافظة خصبة جبالها معادن من نحاس وحجر وتضاريس تغمرك بأبدع منظر سياحي ومناطق تاريخية عديدة تكتظ بركام آثار حميرية متناثرة ومعالم سياحية نادرة حيث قلعة البيضاء على ربوة بيضاء لها من اسم المحافظة نصيب في مديرية البيضاء مرورا بجبل موكل في صباح والزاهر ومكيراس وحيث ركام الآثار في السوادية وردمان القديمة والمعسال. محافظة تميز أبناؤها بزي شعبي خاص ورقصة بيضانية شهيرة ومعمار فريد من حجر وطين كأنها أبراج وبمجتمع هو في خلاصته مزيج من مظاهر بداوة ومدنية وخليط من تاريخ نضال وإباء في وطنهم وشهرة مهجر.